ليه اتحط كلمة معايشة يا أستاذ محمد؟ ما هو يبدو هذا ما جاء يعني باقوال موظف وزاره الشباب والرياضه، انه طالما اللعيب مجند يبقى ما يقدرش يتكتب له احتراف. يعني ده طبيعي. العقود اللي لقوها بتاعت اللعيبه المحترفين لقوا فيها نفس الكلام تمام، اللي هو تريزيجيه وغير بالظبط تريزيجيه. اوكي، بالظبط مصطفى بالظبط، محمد وكده. لقوا فيها نفس الكلام. امتى حصلت المشكله بقى؟ تمام. المشكله حصلت تحديدا انه لازم الخطاب ده اللي هو بتاع المعايشه ده، اللي هو صدر لاحمد، اللي احمد بناء عليه اطمأن قلبه وبدا مسؤول النادي الاماراتي يمضي معاه التعاقد لما وصل هناك بناء على وصول هذا المستند، خلاص بقى العمليه رسمي. وبناء عليه السؤال اللي محدش ساله مهم جدا، انه بناء على الكلام ده اتحاد الكره ارسل بطاقته الدوليه، اوكي ودي نقطه مهمه جدا طبعا، لان بطاقته الدوليه راحت بناء على الجواب ده. بالظبط. هنا في مشكله، الجواب ده لازم يروح المنطقه العسكريه او الامانه العامه للقوات المسلحه تعتمده، لازم توافق عليه. تعتمدوا. طبعا توافق عليه. هنا عرض هذا الخطاب. يبدو يا استاذ امير، يبدو، انا اكون دقيق في الجمله، يبدو ان الخطاب عرض بعد ان اعلن النادي الاماراتي عن التعاقد مع احمد رفعت. كويس، يعني عرض هو بعد اعلان النادي الاماراتي عن التعاقد مع اللاعب، عشان بس نكون فبالتالي بنتكلم، اتهم احمد بالهروب. مش دلوقتي دي، بالتالي حصلت مشكلة انه كان لازم ناخد الاذن الاول، انت طبعا بتعلن الاول، هنا في نوع من انواع يعني الرفض حصل، انه ازاي انت بتعلن في وسائل الاعلام وتتعاقد مع اللاعب وهو مجند في القوات المسلحة المصرية اللي هي الزامية، اللي هي شرف لاي طبعا مصري، طبعا. اللي هي لازم تكون واقف في ساعته وتاريخه. فحصل هنا ان حرر مستند بقى، نبدا بقى الاجراءات الرسميه، تم تحرير نموذج مين اللي رفض. يتسأل على كده يا استاذ محمد؟ النادي، مظبوط. الحقيقه المتيقن هو مساله ارسال الخطاب من ايوه، وزاره الشباب والرياضه او مديريه الشباب والرياضه الى الجهه المعنيه بالتصديق قبل اعلان اللاعب تعاقده مع النادي. يعني ماشي، اوكي. انا بتكلم على نادي مودرن فيوتشر، والاعلان كان من النادي الاماراتي، نادي الوحده، صح، عن التعاقد. نادي مودرن فيوتشر كل دوره انه طلب من وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكوره ارسال البطاقه الدوليه للاعب واصدار قرار يجيز للاعب ان يتعاقد مع الامارات، مع الوحده الاماراتي. تمام، فبالتالي وانتهى الوزاره كانت لازم تبعت وتاخد الموافقه. بالظبط، يعني وانتهى دور اذا النادي الوزاره هنا، مدانه. وانتهى دور النادي هنا. الله، بص، الادانه من عدمه بامر يخص جهه التحقيق، عشان مش اقصد ادانه بمعنى ادانه، على قد ما بقول ان ممكن ان الوزاره في اخطات خطأ، في الاجراءات. في خطأ حصل، عشان بس نبقى ايه، خطأ من الوزاره. امورنا واضحه. ايه اسبابه؟ هل كان يوم اجازه؟ الله اعلم، انا مش هقدر، ما خد بالك، ما يمكن 5 اكتوبر و6 اكتوبر كان يوم اجازه رسميه، يعني برضه عشان نبقى يعني واضحين. فاهم. طبعا الاجازه دي 6 اكتوبر ما كانش النادي الاماراتي عنده 6 اكتوبر، ما عندوش فاعلن يعني. فاعلن فهنا حصل يعني مشكله ادت الى بشكل او باخر رفض هذا الطلب. كويس، لما رفض الطلب تم تحرير قضيه جنحه هروب. الاول تم ارسال اخطار للوزاره انه هذا الطلب مرفوض ولازم اللاعب يرجع، ولازم اللاعب يرجع. بداوا يتواصلوا مع اللاعب، بدا الوحده بتاعت اللاعب العسكريه في جهاز الوحده العسكريه تتواصل مع اللاعب انه لابد انه يقطع سفره ويرجع. هنا اللاعب يا استاذ امير مش ملك نفسه، يسلم جواز سفره للفريق المحترف بيه، ده امر معروف بيه في كل العالم. مظبوط.